أنا اسمي أحمد، أنا من سوريا من دمشق، عمري 35 سنة، متزوج، زوجتي اسمها إيناس، عندي طفلين لولو ليان، وعندي طفل اسمه مصطفى. أنا اسمي إيناس، عمري 29 سنة. إنه كنا عايشين بالقصف وبالرعب والدم بالأراضي والمنظر فظيع، اضطرينا إنه ناكل حتى البقدونس اليابس للحفاظ على الحياة، وكان قصف شديد جدا، حتى اضطرينا نبيع الذهب لزوجتي حتى نحسن نهرب. هربنا إلى لبنان، اضطرينا نسكن في مخيم فترة 6 شهور. طبعا المخيم ظروف يعني غير طبيعية، غير صالحة للسكن يعني البشري نهائيا. بعد فترة يعني صح لي إنه أشتغل بعمل بسيط، طبعا بهالعمل هذا استطعت إني استأجر بيت في أعالي الجبال. عشنا بهالجبل هذا يعني أقصى معاناة اللجوء بهذا الجبل هذا. قعدنا بهذا البيت، كان بيت ظروفه كتير صعبة، مشان ندفع عليهم وصبابيط حتى ندفع عليهم بالشتاء. نحن صحيح هربنا من القصف ومن القصف اللي كان بسوريا، بس كان في معاناة تانية، هي إنه ولد ابني مصطفى بهذا البيت اللي صعب كتير، وولد بالشتاء، فكتير تعذبنا فيه لبين ما حسن يتأقلم. كان يمرض على طول. استقبلنا الصليب الأحمر بصراحة بوجوه ضاحكة ومبتسمة، حسينا حالنا بشر لأول مرة منذ 5 سنوات طبعا. وأول ما دخلنا على الشقة بصراحة أنا شخصيا احتضنت التدفئة. بعمري بحياتي ما كنت أتخيل أنه اطلع لذروة القمة بعدين انزل تحول للاجئ في بلاد أوروبا.